في امريكا الحكومه نشرت تقرير مهم عن خطوره شرب ميه الحنفيه ندب، وحذرت اولياء امور الاطفال ان شرب الميه بالطريقه دي يعتبر واحد من اهم اسباب انخفاض معدل ذكائهم. والتقرير ده قال ان ميه الحنفيات فيها نسبه عاليه من الفلوريد اللي بتضر العقل وبتضر الدماغ عند الاطفال وبتضر تطور حتى الدماغ عند الاطفال، وان كل 1.5 فلوريدا في لتر الميه بيأخر الذكاء بمعدل 5 نقط. بنتكلم دي نسب كبيره كبيره طبعا. وسبب خطوره الاكتشاف ده ان في اكتر من 1.9 مليون شخص يشربوا من الحنفيات. كمان يا سلمى، مشكلة إضافة الفلورايد للمية هي أصلا بدأ في أمريكا من سنين، لوقت ما أثبتت الأبحاث أن إضافتها للمية بتساعد على تقوية الأسنان وبتقلل من التسوس. لكن طبعا مع التقارير الجديدة الموضوع اختلف. فمن 2015 أمريكا كانت وسط بين مستويات الفلورايد في المياه في مية الشرب تحديدا ما تزيدش عن نسبة حدودها لكل لتر. والخبراء كمان قالوا أن الفلورايد بيدخل الدم بسهولة عن طريق الشرب وممكن انه ينتقل بعد كده للدماغ. طبعا خلونا نعرف اكتر عن حقيقه التقرير ده واضرار الشرب عن مياه الحنفيه او من مياه الحنفيه على صحه اطفال، الدكتور محمد الحوفي استاذ علوم الاغذيه بجامعه عين شمس. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الخير استاذه نادى. عايزين نفهم من حضرتك اكتر عن حقيقه التقرير اللي احنا لسه قاريين الخبر عنه واضرار الشرب فعلا من مياه الحنفيه على صحه وذكاء الاطفال. طبعا التقرير ده بينطبق على الولايات المتحده الامريكيه فقط، لان هم في بعض الولايات بيضيفوا الفلورايد الى ميه الشرب. يعني احنا ما عندناش يعني الكلام ده، لان ده سؤال مهم قوي. ما عندناش، لان احنا ما بنضيفش الفلورايد لميه الشرب، احنا بس بنضيف مطهر اللي هو الكلورين، وده علشان بيوقف من نشاط مسببات الامراض، بالاضافه انه بيأكسد الحديد والمنجنيز الموجود في الايه في الميه. وطبعا عندنا شركه مياه الشرب بتتابع بدقه طبعا تركيزات الكلورين في الميه، وبحيث تضمن برضه ان هو في الحدود الايه الامنه. بس عايزين نلفت النظر برضه ان الفلورايد ده بيضاف، مش بيضاف، موجود برضه بصوره طبيعيه في الميه، بس طبعا بتركيزات قليلة جدا. لكن هم علشان يقللوا من فرص تسوس الأسنان كانوا بيضيفوه للمية، وبيوصلوا التركيز لواحد ونص ملي جرام في اللتر. وطبعا الاكتشاف الأخير ده طبعا مهم جدا جدا، لأن منظمة الصحة العالمية خلاص هتعيد النظر في النسب اللي كانت محدداها أو النسب الآمنة اللي كانت محدداها. وطبعا في ناس ضد التقرير، بس التقرير شامل ووافي وبيؤكد فعلا الاضرار، لانها بتعمل خلل في نمو الدماغ خصوصا عند الايه عند الاطفال. والاطفال فعلا المفروض ما ياخدوش فلورايد، حتى لما بيغسل سنانه الطفل المفروض اللي بنسال الدكتور هل في معجون اسنان خالي من الفلورايد ولا لا، لازم يديله ايه نوع يكون خالي من الفلورايد، لان الطفل في المراحل الاولانيه ما بيقدرش يمضمض كويس، ما بيقدرش يتخلص من البقايا بتاعت الايه بتاعت المعجون كويس. عشان كده لما يوصل لمرحله ان هو يقدر يمضمض كويس ويتخلص من بقايا المعجون اللي بين اسنانه، في هذه المرحله ممكن ياخد الايه ياخد. طب يعني دكتور محمد، نبعد بقى عن الفلورايد ونبعد عن امريكا وننزل بقى على ارضنا هنا، احنا مية الشرب عندنا وضعها ايه من الحنفية؟ هل الموضوع امن بالنسبة للناس؟ هل في اي ضرر على اي حد سواء طفل او كبير؟ في اي حاجة بنضيفها للمية ممكن تكون خطر؟ لا طبعا، احنا عندنا الحمد لله مية الشرب عندنا امنة في جميع المناطق، وطبعا عندنا وحدات معالجة للمية، وبعد مراحل المعالجة المختلفة من عمليات ترويق وازالة كل الشوائب بيتم تطهير المية بالكلور، وطبعا كمان بيحطوا تركيزات بحيث انها اخر نقطه هتوصل لها الميه. طبعا لانه بيتضخ الميه دي من محطات الميه الشرب الى مسافات طويله، بحيث ان هم نضمن ان تركيز الكلور موجود لغايه ايه اخر ايه اخر نقطه. والكلور ما فيش منه اعتقد مشاكل، يعني هو طبعا بيتحط بالنسب اللي هي ما يبقاش ضار صحيا خالص، وشركه مياه الشرب برضه بتاخد عينات باستمرار وبتتاكد ان النسب في الحدود الامنه. ويفضل طبعا لو في فلتر برضه يكرر عمليه فلتره المياه دي هيبقى الموضوع
آمن أكتر وأكتر، ولكن إحنا الشرب عندنا من المية الحمد لله من الحنفية شيء آمن. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس. الحمد لله ما عندناش احنا فلورايد ولا الكلام ده. نفكر المشاهدين ان الخبر اللي عرضناه والتقرير اللي عرضناه هو بس مقتصر على امريكا او الولايات المتحده الامريكيه، زي ما قال دكتور محمد ان الدنيا هنا الحنفيات عندنا تمام الحمد لله احنا المهم ان انا كويس فاحنا تمام الوضع عندنا تمام.